طب حليم، الغيابات كثيرة جدا النهاردة، تتعدى التسعة لعيبة، ولعيبة كلها مهمة، ولكن شايفين الحمد لله اللي على أرض الملعب طبعا لا يقلوا، بل بالعكس يعني هم دول المجموعة اللي بيعتمد عليهم الراجل حتى في آخر ماتش في الاتحاد السكندري باستثناء الزناري لوجود حسام عبد الغني، حسام عبد المجيد عفوا، ليه في المنتخب الأولمبي. الراجل مثبت الناحية الهجومية نص ملعب والناحية الهجومية بشكل كبير جدا، شايف ده مفيد بشكل كبير جدا لنادي الزمالك الفتره دي؟ هو طبيعه اي فريق في العالم واي مدير فني بيحب ان الفرقه بتاعته تكون مكتمله عشان يبقى عنده الحلول كتيره وينوع في الدكه بتاعته وينوع في الاساليب بتاعته وحسب خطته بيختار اللعيب الاجز والانسب. فدي في حد ذاتها 9 لعيبه اكيد بتاثر على اي تيم. انما الراجل شغله، هم الاجانب كده، هم بيعتمدوا على الشكل الجماعي، فيغيب لك لعيب، يغيب لك اتنين، يغيب لك ثلاثة، هو في الآخر بيعتمد على أسلوب جماعي. الأسلوب الجماعي بيعتمد على الجمعية ولا ما بيعتمدش على الفردية. فبالتالي هو الراجل هو نفس الأسلوب اللي شفناه هيبتدي هيلعب بيه النهاردة، هو بيعتمد على الكثافة الهجومية بشكل جيد جدا، هو عنده النزعة الهجومية بيشتغل عليها. كنا قبل كده اتكلمنا في حتة الدفاع، أعتقد في مساحة كويسة الفترة اللي فاتت دي كلها إن يحافظ لعيبته بشكل جيد. هو اللاعب المصري محتاج دايما شغل يا كابتن طارق، ومحتاج دايما تحفيز، فبالتالي كانت عنده المساحه الجيده ان اللعيبه تحفظ. باذن الله النهارده نشوف الزمالك بشكل افضل، بشكل منظم في الملعب. انما هي الحاجه اللي بتسعدنا نفسها شخصيه ان الراجل بيعمل الكثافه الهجوميه بشكل جيد. لما بتبص في الحاله الهجوميه بتبص تلاقي الجزيري، وبتلاقي مصطفى شلبي، وبتلاقي ابراهيم نضاي، بتلاقي على طول تلقائي شيكابالا وزيزو على طول ضامنين معاهم، بتبص تلاقي فتوح. فبالتالي هي الكثافه العاديه اللي بتساعدك انك تروح وتوفق انك تجيب اهداف. فهو باذن الله ان شاء الله الاسلوب الراجل محافظ عليه، الجيش الهجوم محافظ عليه، ربنا يوفقهم، بس بيروح بشكل جيد جدا. نتمنى من ربنا التوفيق اليوم.